لأول مرة في تاريخ العراق على شهادة الاي اس بي اس. طبعا هذا كانت بجهود المشتركة لعمل شركة نوا وشركة هاتشسون مع الشركة العامة لموانئ العراق وتطبيق كل المعايير والفقرات المطلوبة من تحقيق لشهادة الاي اس بي اس الأولى في العراق والأولى في الموانئ العراقية من ميناء المعقل في رصيف 14. طبعا إن شاء الله يعني هاي الشهادة وصلتنا إلى أن يكون الموانئ ضمن الموانئ العالمية اللي حاليا العمل جاري بها، ومتطلبات الموانئ العالمية اللي حاليا تعمل بها السفن، فإن شاء الله راح تكون هذه بادرة أولى لدخول جميع الموانئ بأن تضاهي الموانئ العالمية الموجودة الحالية. من خلال هذه الشهادة كل الدول الأجنبية راح تسعى إلى العمل في هذا الميناء لكونه آمن وحاصل على كل متطلبات الأمان في الموانئ العالمية.